طيب نطير دلوقتي سريعا للمغرب مع الزميل العزيز الناقد الرياضي احمد عبد الباسط. يا مساء الفل عليك يا عبد الباسط، عامل ايه؟ طمني عليك. مساء الفل عليكي ومساء الفل على مور تايم سبورت. طيب انا عايز اعرف منك بقى الاجواء هناك عامله ازاي، عايزين نتكلم عن الملاعب عامله ازاي، عن اجواء البطوله بشكل عام، كمان عن المسانده الكبيره اللي شفناها من الجماهير المغربيه في اول لقاء جمع النادي الاهلي مع اوكلاند سيتي نيوزيلندي، المباراه اللي انتهت بثلاث اهداف نظيفه لصالح النادي الاهلي. النهارده انا عارفه ان النهارده اللقاء الاولاني اللي هو هيكون ما بين الوداد والنادي السعودي، نادي الهلال السعودي، هيكون في مدينه الرباط، اما بالنسبه للنادي الاهلي النهارده لقاء وهيكون في طنجة مع فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، فشايف النهاردة ممكن يكون في مساندة جماهيرية زي المباراة اللي فاتت؟ طيب خليني أقول لك إنه طبعًا اللي بدأت بيه إنه البلد على أتم استعداد لاستضافة البطولة، عملوا حفل افتتاح حلو جدًا ورائع بيكملوا يعني إنه بعد ما قطر كبلد عربي نظمت المونديال بالشكل المبهج ده، هم كمان بيعملوا نفس الحاجة وهم أسندت لهم البطولة في وقت سريع من شهرين يعني. الملاعب على اعلى مستوى يعني، يمكن شفنا الملاعب كلها، خصوصا كمان ان هم مقدمين لملف استضافه بطوله افريقيا 2025، فكان الاستعداد عندهم ومحضرين ملاعبهم كويس. بالنسبه للجمهور، فالجمهور المغربي كان بيفعل هاشتاج اول يوم انه رد الجميل للجماهير المصريه بعد اللي شافوه المسانده الكبيره خلال كاس العالم. صحيح، والجماهير والاعلام يعني هم مبسوطين جدا لتاثير الاعلام المصري عموما والجماهير المصريه في كاس العالم، فهم كانوا والله دي حاجه تفرح جدا يا عبد الباسط. دايما بنتكلم ان كره القدم يعني فيها اهداف كبيره جدا اسمى بكتير من ان هي مجرد لعبه، ولكن احنا بنتكلم عن يعني وحده الشعوب، الوحده والاخوه اللي موجوده ما بين العرب واللي ظهرت وابتدت في كاس العالم قطر 2022 ومستمره اهي، وشايفينها واضحه جدا وملموسه خلال كاس العالم للانديه المقام حاليا في المغرب. ده اللي حصل حقيقي، وده اللي واضح جدا كمان انه الجماهير المغربيه لما بنتكلم معاهم ان هم بيردوا الجميل للجانب المصري، هم حريصين على ده في المباراه. سؤالك اللي بتقولي فيه ان هنلاقي جمهور النهارده في المباراه، خصوصا ان الوداد هيلاعب الهلال، لا هتلاقي جمهور كبير جدا كمان مع الجانب المصري مع النادي الاهلي، لانه المباراه بتلعب في طنجه والمباراه الهلال والوداد في الرباط المسافه بينهم كبيره جدا. صحيح، والجو برد شويه بين البلدين، فصعب الجمهور بتاع طنجه يجي مباراه الرباط، مباراه الهلال هنا في الرباط، فهيبقى في دعم، في مؤازره كبيره جدا للجانب النادي الاهلي. متوقع ان هيكون النهارده في مؤازره كبيره ومسانده كبيره بالنسبه للنادي الاهلي خلال لقاء النهارده مع سياتل من قبل الجماهير المغربيه. طب خليني اكلمك او اسالك كمان عن الجاليه المصريه المتواجده او الجماهير، هل في جماهير جت من القاهره او من مصر بشكل عام او من الدول العربيه وصلت عشان تساند النادي الاهلي خلال مشواره في مونديال الانديه؟ في عدد كبير جدا جه من جمهور النادي الاهلي، والعدد ده كان موجود على الطياره اللي انا حتى كنت عليها، كان معايا بعض الجماهير سالتهم قالوا ده في مجموعات جماهير ثانيه جت. صحيح، موجود في الملعب واحتفلوا بالمباراه واحتفلوا بالجماهير واحيوا ذكرى الشهداء. لا، في جمهور مصري موجود هنا، والجماهير العربيه كلها طبعا بتشجع النادي الاهلي يعني. أكيد أكيد، ويمكن إحنا برضو ممكن ندي عذر لو مفيش جماهير كتير رايحة، ده بسبب كمان إن البطولة مدتها قليلة جدا وعدد المباريات قليلة جدا، ويعني المباراة اللي بتخسر فيها فأنت خلاص بتطلع بره البطولة، فدايما بيكون الموضوع صعب على الجماهير. ولكن أنا أتوقع إن بعد لقاء النهاردة لو نادي الأهلي إن شاء الله فاز باللقاء ده وقابل ريال مدريد الأسباني، ففي الحالة دي هيكون يعني لقاء ممكن نسميه بلقاء القرن ما بين بطل أفريقيا وبطل أوروبا، فاكيد انا متوقعه ان هيكون في يعني عديد من الجماهير، عدد كبير جدا منهم اكيد هيسافر للمغرب عشان يحضر اللقاء ده. ده حقيقي، وانا بضيف على كلامك اذا وصل النادي الاهلي المباراه اللي جايه مع ريال مدريد، فابطال القرن بيلعبوا بعض في الكرتين. صحيح، اعتقد ان المباراه هيبقى ليها مردود طيب على جدا العالم كمان، جماهير النادي الاهلي هتبقى كبيره، خصوصا ان الماتشات الاولانيه دي التذاكر بتخلص، حتى لو الجمهور المغربي بس اللي موجود فالتذاكر بتخلص، ما بالك بقى بالجماهير الاخرى اللي هتبقى شايفه ان الاهلي هيلاعب ريال مدريد، ممثل العرب هيبقى في هذه المباراه. ان شاء الله انا اتمنى الاهلي يفوز على سياتل النهارده، لان هي مباراه مش سهله برضه، شيء مباراه صعبه جدا. صحيح، وان كنت ارى ان كولر هيتعامل معها بشكل جيد. النادي الاهلي لما فاز على اوكلاند سيتي هو فاز بحاجتين مهمين جدا، رغبة اللعيبة وإدارة كولر الفنية الجيدة للمباراة، بجانب تمرس النادي الأهلي
للمره الثامنه مثلا ان هو بيلعب كاس عالم للانديه، فبالتالي ده مديله خبره، اكيد عارف يكسب المباراه بالسهل الممتنع. اعتقد دي كلها عوامل مهمه بالنسبه للنادي الاهلي، لو استغلها النهارده مع سياتل هيوصل ان شاء الله للمباراه بتاعه ريال مدريد. شكرا جزيلا للزميل العزيز احمد عبد الباسط الناقد الرياضي المتواجد حاليا في المغرب حيث بطوله مونديال الانديه وكاس العالم للانديه. بشكرك جدا على وجودك معانا وعلى بصراحه الشرح الوافي والتفاصيل الكتير جدا والكواليس اللي قلتها لنا النهارده. مشاهدينا نطلع دلوقتي سريعا مع حضراتكم لفاصل، بعد الفاصل هنرجع مره ثانيه وهنكمل معاكم بقيه فقراتنا هنا في اخبار اون تايم، خليكم معانا.